يا عين يا عين، ورشة طيفور للميكانيك يا حلو. إذا ما بغير لك هالمصلحة يا طيفور ما بيكون اسمي درويش. صايرة شمسه عالية والله، بس هلأ ما فتح. نحن بس كنا نتأخر أنا وزكي كان يبهدلنا. شو عليه؟ مرجوعك لهون على الورشة يا طيفور، وهي أنا مالي متزحزح من هون لحتى ترجع. وها هاي قاعدة. ايش صار معنا؟ يمكن لانه منوح حفر حفرة لاخيه وقع في البرميل. شرفي حبيبتي. يسلموا. تفضلي مرت عمي. امي هلا معقولة هيك نضل قاعدين صفنانين ودرويش من امبارح ما حدا بيعرف وينه؟ امي لساتك عم تسألي عن درويش بعد كل شي عمله فينا؟ ليش شو عمل فينا؟ بعدين بدك الصراحة مرت عمي، انت الحق عليكي، يعني ليش كتير عم تقسي عليه؟ وانت السبب بتشرده وضياعه. انا السبب؟ انت لو بتعرف درويش شو عمل معنا ما كنت بتحكي هالحكي. وشو عمل يعني؟ قوم روح لعند امك واسألها. وشو دخل امي؟ امك يا منظوم اتجوزت، واللي جوزها فاعل الخير درويش. شو عم تحكي مرت عمي؟ امي تجوزت؟ لا امي انت اكيد عم تمزحي. ما لا انا ما عم بمزح. حماتك يا بدريه تجوزت المعلم طيفور. اها هلا عرفت ليش قلعتكم من البيت، بدها تتجوز وهي تجوزت. هالجوازي لا يمكن تتم وانا على قيد الحياه، انا رايح اخرب كل هالشغله. اوكي تعا تعا لهون تضرب. شو رجال تتجوز؟ شو بدك فيها انت؟ شو بده فيها؟ تفضل حبيبي روح ورجينا شطارتك. ماشي انا اللي بورجيكم شطارتي. ايه بدرويش، شو الموضوع اللي بدك تفتحه معي؟ هات لشوف. معلم طيفور انا هذا الموضوع من زمان كنت بدي افتحه معك يعني، بس هلا اجى الوقت المناسب. يعني انت هلا اتجوزت وصار عندك مسؤوليات، بقى شو رايك انك تسلمني الورشه محلا منك؟ يا ريت والله. يا ريت، بس انت شايف بعينك شلون الحاله دائره، لا شغله ولا عمله، عم نفتح من الصبح للمغرب ما عم نستفتيح. اخ لو يجي حدا يشتري هالمحل او يكون معي رسمال لكنت غيرت المصلحه كلها، بس ما في رسمال يا حسره. بتعرف يا معلم طيفور انه الرأسمال بايدك انت؟ بايدي انا؟ لك ايه؟ انت قاعد على راس مال كبير ومالك دريان يا معلم طيفور. ما فهمت عليك، شلون يعني؟ اخي هلا انت وطنط ام زكي مو كنتوا اثنين صرتوا واحد؟ شو يعني واحد؟ يعني قبل ما تتجوزوا كنتوا اثنين، بعد ما تجوزتوا صرتوا واحد، صح لما لا؟ واحد واحد على عيني، وراس المال منين؟ ايوه هون حطنا الجمال، انت بدك راس المال ما هيك؟ فتح لي اذنيك وعيونك كمان. ولك حاجتك مقدمات، تحكي له في الشلي قلبي بقى. هلا بيت طنط ام زكي مو بيت كبير كتير وانت بتعرف هذا الشيء. ايه طبعا كبير. هالحكي كتير حلو، اخي انت لساتك معي؟ لك معك معك يا ابني كمل. قلت لي هون بالورشه ما في شغل. لك انت شو دخلك بالورشه؟ كمل احكي شو بدك. اخي انا اللي بدي اياه انك انت تتمك معي، ركز معي يا اخي. لك والله معك، كمل يا اخي احكي. رح اكمل ولا يهمك. هلا نحن لوين وصلنا معلم طيفور؟ شو قلت لك انا اخر شيء؟ انه بيت ام زكي كبير. اي تذكرت مزبوط. هلا قلت لي انت وطنط ام زكي كم واحد؟ مو اثنين؟ اي نعم اثنين. لا مو اثنين، انتوا واحد صح ولا لا؟ ولك اثنين واحد ما بتفرق، بس انطق هالجوهرة بقى. هلا بيت طنط ام زكي اذا انباع قديش بيسوى؟ شو بيعرفني انا؟ هيك رحش لك كلمة قديش بيسوى؟ تقريبا يعني شي 10 12 مليون. وانا هيك بقول
شو قصدك يعني؟ اخي شو رايك نسوي لنا شي فنجان قهوه نمخمخ على الفكره مزبوط؟ ها شو مطول هون انت؟ لك ايه لبين ما يخلص فنجان القهوه. لا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. يا امي يا حبيبتي يصطفلوا، نحن شو دخلنا؟ شلون شو دخلنا لك امي؟ هلا هذا البيت اللي فيه ام زكي مو نهايته الك ولا زكي؟ بلا نحن قلنا في حصه. لك بنتي شلون صايره انت؟ ما بعرف، ما عم تفهمي علي؟ هاي الجوازه بدها تضيع البيت من ايدكم. لا شو عم تحكي انت؟ والله فكره. يا رفيق ما صار شيء معلم، ما صار شيء، معناته جايتك رزقه كثير كبيره لانه كب القهوه خير. هلا خير ولا شر ما علينا، بتوافق تبيع البيت؟ بتوافق، ليش لحتى ما توافق؟ انت نسيان شغلي. ان شو نسيان؟ ذكرني لشو؟ البيت باسمها مو باسمي. واذا باسمها لازم انت تحاول انك تقنعها تبيعه. لا حول ولا قوة الا بالله، انا رح حاول. بس بتعرف هي بتعزك كثير، شو رأيك انت تحكي معها؟ مو احسن؟ ايه بحكي، ليش لحتى ما احكي؟ وشوف يا معلم طيفور اذا ما بزبط لك الموضوع على 24. هلا اذا بعنا البيت وصار معنا مصاري فكري لشوف شو هي الشغله اللي بدنا نشتغلها. ترك هذا الموضوع علي، انا اصلا الحكي بكير عليه. ايه توكلنا على الله، بس بدك تضرب الحديد وحامي. ماشي الحال، يلا خاطرك معلم طيفور. ولك مع الف سلامه. ولك عين تحكي كمان وتقلي ليش تجوزتي؟ لك مو على اساس اخذت الخانم تبعك ورحت سافرت على خامشلي وتركتي بين اربع حيطان؟ بعدين انا حره بدي اتجوز. ماشي، بس انا يعني هلا ابنك ولا مو ابني؟ هلا صرت ابني وانا امك. اخ منك اخ، روح لعند امك هذيك ام درويش، انا افتكرتك جاي تصلي غلطك. نلعب خلتي ولا؟ ماشي حاضر، رح انقلع من خلتك. اعملي اللي بدك يا طفلي. قال امه قال ربوا وتعبوا. لك بنتي شو بكي حيصار؟ ما تعدي يا امي، قلبي مثل النار على زكي، حاسه كانه عم ياكل شيء قتله من امه. لا تخافي عليه، هلا بيجي. اصلا نحن شو كان بدنا بشغله هالبيت هي؟ كيف انت علقتينا هالعلقه؟ العين تطرق لك يا ان شاء الله، هلا ما بتلاقيه الا فايت عم يتوضح بايديه. يا لبن وتعبيني، ايه يا عذاب. لك شو زكية؟ شابك قاعد هون؟ هذا انت؟ ايه انا، ليش هيك برمت بوزك؟ فكي عيب السوم عليك، يا عيب السوم عليك. بس معقولة انت يا منظوم تزوج امي لواحد مثل طيفور بدون ما تاخذ رأيي؟ هلا زعلان من هيك شغلة؟ شوفي اذا تجوز المعلم طيفور على سنة الله ورسوله، ليكك انت متجوز وقاعد عنا بالبيت، ما قلت لي ليش قاعد هون؟ امي قلعتني من البيت. شو هالحكي؟ ايه بسيطة حبيبي، لا تزعل، قوم روح لعنا على البيت وروق اعصابك واترك الباقي علي. بس انت مو رايح معي على البيت؟ لا انا بلحقك بعدين، بس ما تجيب سيرة لحدا انه لحقك، عرفت شلون بعرفك فساد؟ ها؟ هلا انا فساد؟ الله يسامحك، لا تتأخر. مثل ما قلت لك زكي، روح. مرحبا. اهلين زكي، طمني شو صار معك؟ شو جبت لنا معك؟ ما جبت شيء. ليش؟ انتوا وصيتوني على شيء؟ اذا بدكم شيء اعطوني مصاري لحتى اجيب لكم شيء. حوبي حوبي ما في خواص، مو هذا قصدي. هلا انت مو كنت عند امك؟ بلا كنت عندها. ايه احكي لنا شو صار معك. ما صار شيء، امي تجوزت الله يهنيها وان شاء الله عقبال عندك يا حماتي. هلا المهم زكي اللي حبيبي شو صار معك مشان البيت؟ ما صار شيء، قلعتني. شفتي هذا الحساب اللي كنت حاسبته؟ من حقها اكلته ولا لسه؟ تاكلك الاكله ان شاء الله، شو ما بتدور غير على بطنك. قومي حطي له لقمتين خليط زهره، قومي.
هلا ابنك زكي جاي مشان هيك؟ ايه نعم هالعصاية طقي جاي مشان هيك، بس انا ما سكتت له عملت له اللازم. برافو عليكي ما قصرتي. هذا عوض ما يجي يهنيكي ويبارك لك ما؟ يا لطيف على هالجيل شو هاد؟ خير ابن عمي ليش قمت؟ جاي على بالي فكرة بدي اقول لك اياها بتخلصك من وجع الراس ومن كل هالعي. شو هي؟ بنبيع هالبيت ويا دار ما دخلك شر، وبشتري لك شقة صغيرة بسكن فيها أنا وياكي، وبقيت هالمصاري منشغلهم ومنستفيد منهم، لأنك ما رح ترتاحي إذا ضل هالبيت باسمك وطالما ابنك ومرته حاطين عينهم عليه. شو عم تقول؟ مثل ما سمعتي يا أم زكي، أنا خايف هذا البيت يسبب لك وجع راس. بس هالبيت أنا عايشة فيه من وقت ما تجوزت لهلأ، معقول بيعه؟ هذا بالمؤاخذة إن كنت ضايقتك، أنا قصدي مصلحتك وأنت حرة. شو أمي مين رد عليكي؟ في غير هالغليظ صيفور؟ إيه وشو قال لك عن درويش؟ قال موجود عندهم وين بده يروح؟ أمي الله يرضى عليكي نادي لزكي خليه يروح يدور على درويش. أمي هلا زكي بده يروح يدور على درويش، بعدين شو درويش ولد صغير يعني؟ طيفور عدم المؤاخذة انت فاجأتني بقصة بيعة البيت وانا شايفتك انك زعلت مني. لا يا ام زكي لا، حدا بيزعل من حاله؟ الله يخلي لي اياك ويوفقك، انا بعرف انك انت بتعزني كتير وبدك مصلحتي. طبعا شوفي انا شو بتفرق معي ان بعتي البيت ولا ما بعتي، بس انا بتهمني مصلحتك اكيد. بعرف انك بدك مصلحتي. شو رأيك أعمل لك هيك لقمة عشاء خفيفة؟ إيه والله يا ريت. على راسي. وادي اه والله عدت لي حيلي هالكرتوني، ده كان لنعبي بطننا قبل ما نفوت على بيت ام زكي. خايف ما يضيفونا منه هنيك، انا بعرف طنط ام زكي بخيله الفار عنده بيجوع. عم اقول هالبيت السياح النياح منين اجا؟ من البخل. لو كان البخل رجلا لقتلته. اتصل فيي درويش اليوم قال يمكن يجي يهنينا. ولي بس ما يلزق فينا مثل هذيك المره. ليك عم يدق الباب يمكن هذا هو. ها قايم افتح له. اهلين وسهلين، جيت بوقتك، انا طبخت لك الطبخه وكل شيء جاهز. كثير عال بس ان شاء الله يكون فيها لحومات كثير. لك شو اللحومات؟ مش عن موضوع البيت حكيت انا. يا تذكرت خذ لي طريق. يلا يلا تفضل. اهلين وسهلين شرف. تفضل درويش تفضل. الله يزيد فضلك يا معلم طيف هور. يا اهلين وسهلين. ميت اهلين ميت اهلين. معيتك مساك عني. هات شو هالسئله؟ اخ فاتت رقبتي بضلوعي. ليش معذب حالك؟ يا الله عذبكم راحه. اهلين وسهلين. شلونك طنط ام زكي؟ الحمد لله. قلت لحالي لاجي بارك لكم الف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. ان شاء الله عقبال لما بفرح بعرسك وبزلغت. شايف والله هالدرويش في خير مو مثل ابني بعد غياب جاي عم يطوطح بايديه. سبحان الله هلا كنت عم اقلها انك انت بدك تجي لعنا واذ بدق الجرس ابن حلال. بس تعرف بدي اشتكي لك عليها لام زكي. خير معلمية طنط ام زكي ما بتغلط، غلطت معك بشيء؟ حاشا لله انها تغلط ولو ايه ما في منها، بس انا اللي مضايقني انه كل هالنهار قاعده عم تشطف وتمسح وتغسل من الصباح للمساء. شو بدي اعمل يا ابني؟ ما بقدر اقعد بدون شغل. ايه لا ما بيجوز هيك تتعبي حالك انت، هذا البيت بده تنتين نسوان حتى يقوموا فيه. انا اقترحت عليها انه نبيع هالبيت ونشتري شقه صغيره ململمه على قدنا. طبعا احسن لكن. هيك رايك؟ طنط ام زكي المعلم طيفور يهم مصلحتك ومصلحتك من مصلحته. هو طبعا لمصلحتي
بس أنا حاسة هالبيت قطعة مني. إيه ما بدي وقفة منوب، طالما المعلم طيفور واقف جنب منك ما تسألي على القطع منوب منوب. هو هذا اللي مشجعني أنا. إيه هيك نحن بدي إياكي تتشجعي، يلا أنا بدكم مني شي لازم أتيسر أمشي. خذ معك الكرتوني غمرتنا بلطفك. لا ما بيصير، أنا جايب لكم إياهن إلكم مشان تتسلوا بالليل، بركي ضج طوى. ليش ضل شي؟ لأنه في ناس بتاخذ كل حاجة وناس ما بتاخذ شي حاجة. يلا السلام عليكم. كله على كله، ولما تشوفه ابقى اقول له. مع السلامة مهونة. نحكي لي شوف شو بدك تحكي. شفت اخوكي درويش. درويش؟ وين شفته لك؟ ليش ما حكيت؟ هو قال لي لا تحكي، بس قال لي جاي على البيت. اكيد اكيد جاي. هي اكيد جاي. بس لا تقولي لامك بنوبها. بعرفكم النسوان دغري بتبقوا البحصة. الله لا كان جاب الغلا. والله لخلي اهل الحاره كلها تسمعوا لويلك هلا. زكي يا زكي. نعم. شدوا على الحبل واربطوا اوام اربطي. حاضر حاضر، اوامرك طلبات حماتي. اوام لا لو اوام شو سويت لكم يا والله لك كسر راسها. ولك روحي لك ارجعك. حماتي شو سبته سبته شو اويان عصب جايف نزلت ربطنا ما على فرجيك شلون التربيط. خدي بدورة خدي. هات حبيبي. لا تربط. أصلاً من حفر حفرة لأخيه سلت فيها. لا تربط. خدي بدورة خدي. هات حبيبي ها. أنت واحد فساد. لو بتعرف شو أنا سويت اليوم من شانك كان ما بتشمت فيني كل هالشماتة. شوفوا لا لا تخاتلها منوبها. هلا بدك تحكي وين كنت لهلا. وين بدي أكون يعني؟ كنت بمهمة خيرية. ربطي منيح أنت الثانية. أنا مهمة خيرية هي؟ مين جوزت اليوم بعدي؟ اليوم ما جوزت حدا. كانت واصلة بيناتهم لفوق فوق. شلون يعني بدي اقول لك هاد بده يضرب هي وهي بدها تشقفه لهاد؟ رحت رديته. عن مين عم تحكي ولا؟ عن طنط ام زكي والمعلم طيفور. المعلم طيفور كان بده يضربها لام زكي. طيفور بده يضرب امي؟ ايه بدي كسر عظامه انا. ايه عواد لا لو طول عمرك بتصهر متاخر. انا حليت الاشكال ومشي الحال. وانت شو اخذك لهنيك وشو لك علاقة؟ انا رحت لهنيك. شلون يعني رحت لهنيك؟ المعلم طيفور شافني بالطريق قال لي يا درويش بترجاك تعرو حل لي هالمشكلة. بتركه رحت معه. شوف يا يعني انا عارفانة انه هالجوازة ما رح تستمر. مظبوط امي معك حق. انا هيك عم اقول من الاول لانه ما في بيناتهم اجوائيات عاطفية. يعني ما اخذوا بعضهم عن حب. هالمرة انا استصلحتهم، المرة التانية مين بده استصلحه؟ انا متأكد هالجوازة هي ما رح تتم. امي نحنا ما دخلنا يصفلوا منهم لبعضهم. لا تتداخل انت. ايه لكان امي فكيني ولحطي لي شي لقمة اكل بدي اكل انا جوعان. شوف لقلك بقى اكل من عيني هي قبل هي تكرم عيونك. اما انك تحلم اني فكها لا تحلم منوب على عملتك تبع امبارح. ولا زكي اذا ما بشنطتك بالشوارع ما بيكون اسمي درويش. روح روح شفناك فوق وشفناك تحت. وينك؟ لكن كنك رجال انت بتفك حالك. قعد لك هون للصبح. قعد لك هون شاطر بتربطني وبتشحططني على الاراضي مثل المماسح. ماشي الحال. الله يسامحك. الله يسامحك. ما رح دوقك وهالقد لقمه. تفضل يا ام زكي. هذا شيك بسبع ملايين ليره. يسلموا. وهدول مفاتيح الشقه. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك بعمرك. وبقيه المبلغ ان شاء الله على الفراغ بعطيك اياه. وانت كمان ان شاء الله مبروك عليك البيت. الله يبارك فيك. على كل ندعو لنا. وانا هلا بستاذن. لا قاعدين اخي انا عندي موعد ضروري ولازم روح. خاطرك ام زكي. مع السلامه مهونه. مع السلامه. ابن عمي خذ هاي الشيك خليه معك واشتغل بالمصاري مثل ما اتفقنا. بس في إلي رجاء عندك. بتأمري امر انت قولي لي.
وأنا صحيح زعلانة من ابني، بس ما عليه شيء، دير بالك عليه وشغله معك هو ودرويش. عمرك أطول من عمري، لو ما فتحتي هالموضوع كنت أنا بدي أقول لك يا، بس في شغلة كتير مهمة. شو هي؟ هذا الشيك ما بيصرفوا لي يا إذا ما كنتي معي بالبنك، لازم تنزلي معي. على عيني وغيره؟ أبدا، سلامتي، تسلمي إن شاء الله. شو ها؟ مو هيك بيشربوا الشاي؟ هلا انتو بقول رح تستلموني على كل شغله، خلوني اتهنى بالاكل. طيب انفخ علي يا حبيبي انفخ. اتهنى كمان، نحن بدنا نتهنى. ايه يا حبيبي، الو مين؟ ايه انا ابو الدرويش. أهلي أهلي معلي أهلي. إيه هلا بيجي فورا فورا عجيب زكي معي. إيه يا لا ما بتأخر، فورا عجيب. الله معك، مع السلامة. من هو هذا أمي؟ مو حدا أمي، أم زكية. أم روح معي. لوين بدك تاخده؟ ما دخلك أنت، أم صهري. أم لك شو صار؟ شافك رديت على عهدك. شوف ما بتاخذوا الارنب غير لحتى اعرف لوين انا. ايه مثل ما بدك. شو زكية؟ وين الرجل المقدام على روح روح وتعال تعال شبك؟ خلص ولا يهمك. يلا حرك لي حالك شوية. يلا بدوره بدوره حبيبتي، معلش تسمحي لي روح معه ما بطول. وعيب؟ يلا خاطركم. السلام عليكم. الله معكم. شايفة امي؟ هلا بياخده ما بيرجع لي. لك بنتي شو طالع بايدي اعمل؟ والله ماني قدراني اعمل شيء، اخوكي رح يجنني. لا انت الحق عليكي، ليش فكيتي؟ هلا انت خايفة على جوزك ولا على اخوكي؟ امي مو هيك الموضوع، بس زكزك درويش مو مثل اخي درويش. ايه لا تخافي تقبريني، الاثنين اضرب من بعضهم، الله ما جمع الا وفق. الله غنانا على المصلحة، ما رح أصلح يعني ما رح أصلح. لا أخي لك ليش فاتر؟ لك حر أنا يا عمي، بفتح على كيفي، بسكر على كيفي، بصلح ما بصلح، ما حدا له علي شيء. عمي أبوك الله يرحمه كان يحلق عنا، تفضل احلق عنا أنت كان شرف. أخي أنا الحق علي اللي يجي يصلح عندك. درب سد ما يرد. امي انت مين قال لك؟ امي ما سمعتي على التليفون شو عم يقول له؟ عم يقول له اهلين معلم. ايوه يلا انت لا تشغلي بالك فيهم، هلا بس يرجعوا بنفهم منهم. امي برضاي عليكي، قومي اشطفي هالبيت ونظفي. يلا حبيبتي. شد رجلك شوية. هلا ان شاء الله جايبين على الطيفور. ايه لك هلا وين بدي جيبها؟ ما برول عنده، انا هذا الرجال من يوم اللي تجوز امي انا ما عطايقه. ايه روق روق لي حالك شوي. شبك يا زكي، مو في مثل بيقول اللي بتجوز امي بيصير عمي؟ بعدين الرجال قاصد خير يا رجل، بده يشغلنا شغله بتطير العقل، بده يخلينا نلعب بالعمله لعب. اخي فعليش لا تعالج، ما برول عنده يعني ما برول عنده. لك تعال هون، وين بدك تروح؟ شو قصتك انت؟ بخلعك بقص بشي نيعك. ها لا تخليني اقسى عليك يا زكي، خلينا نحكي بالتفاهم. يا رجل شو بك انت؟ شغلتين حطهم بمخك، انه الواحد الشغل لحال والعلاقات الاجتماعيه والعاطفيه لحال، يعني بس 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 خليك اخذ موقف. بقى بدك شرف، ما بدك روح اشتغل مرمطور، روح. لا بس بس از هي بس بس يا شريف. هات لشوف شو هالمشروع اللي براسك؟ هي المصاري انوجدت، شو بدنا نشتغل؟ ايوه سالتني شو هو المشروع؟ انا معلم طيفور، المشروع يلي براسي بكسب ذهب وما في تعب ومضمون على 24. ما بدها مقدمات، احكي فورا شو بدنا نشتغل. حلو كتير، انا رح اختصر لك الموضوع من اوله. اخي نحن بدنا نفتح محل الكترونيات وتركيب دوشه. الكترونيات هي فهمتها،
بس الدشات شو يعني؟ ما فهمتها. ده يا معلم طيفور، انت سيد الفهماني، شلون ما فهمتها؟ هلا انت ما بدك تتحمم، بدك تتحمم، ما بدك مي تنزل عليك، بدك مي تنزل عليك، ما بدك دوش، بدك دوش، واضحه؟ لك لك انت شو عم تحكي؟ لك زكية انت يا اخي سكوت، لا تحكي لي، عم تخربط لي كل الموضوع. مو دوشات حمام يا معلم طيفور، الدوشات يعني بقصد فيها انا صحون الستلايت اللي على سطيح. فهمت 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 عليكم، خلاص فهمت عليكم. هاي ستلايتات ما ستلايتات ما بنفهم فيها اخي، لا قلنا شغله غيرها. يا معلم طيفور، مثل ما قلت لك هذا المشروع بكسب ذهب، بعدين لا تنسى خبرتي بالالكترونيات، يعني الواحد مو حلوه كمان ينشد بحاله قدام الناس. يعني بتعرف انت ما عليك غير تفتح المكتب وتقبض عمله. ابو الدراويش، هاي الدواشيش يعني من احنا منين بنجيبها؟ من السوق؟ اخي نحن ما دخلنا بهذا الموضوع، كل شيء بيصلك لعند منك معلم طيفور. صحيح هي ممنوع استيرادها بس مسموح تركيبها، ليك الدشات معبيه البلد. فعلا مزبوط، انا اقتنعت بالمشروع. بس انت متاكد من الربح؟ لسه بيقول لي متاكد. اسمع يا زكي، شو متاكد ما متاكد؟ عم اقول لك هذا المشروع مضمون 100%، يعني مثل المنشار، انت طالع بتاكل وانت نازل بتنشر على قبض عمله. ايوه، اشرح لي لشوف شلون يعني. حلو كثير، هلا انت سالتني وانا رح اجاوبك. اخي هذا الربح تبعه شلون؟ هو عباره عن ساتلايت، يعني الساتلايت هو روسيفر، كبله، قاعده، صحن وابره. انت ربحك وين بده يكون؟ رح تربح بالصحن وبالابره وبالقاعده وبالروسيفر كمان، ولا تنسى الكابلات، الربح بالكابلات. بعدين لسه في عندك اجره التركيب، والكل بده رضاك يا سيدي. انا موافق، قوموا نتوكل على الله. ها يلا، قال ميكانيكي قال. شو امي؟ ما حدا رد عليكي؟ ما حدا رد امي، الظاهر انه هدول راحوا لعند المعلم طيفور. يروحوا وين ما بدهم لك امي، ينباعوا بالعزا، شو بدك فيهم؟ يصطفلوا. السلام عليكم. أهلاً وعليكم السلام ورحمة الله، أهلين وسهلين، شرفت. تفضل تفضل أخي، شرف عود. زكي دير بالك بدها تمرق من هون. ها ليكا لطر لطر، لك مو بإيدك الآن، طير لطر. لحظة، راحت راحت، استنى، تعال تعال، ها رجعت رجعت، يلا امسكها قوم امسكها. انزل وينها؟ مينو هي اللي اجي؟ هي الاشاره معلمي. زكي خليك واقف، لا تتحرك عشان تمك لقطه. يا اخي الخبره فوق كل شيء، الشباب عندي هون بيلقطوها على الطاير. مينو هي دخلك؟ مين هي اللي لقطوها على الطاير يا شباب؟ الاشاره تبع البس معلمي. شايف شلون الإشارة كانت ضايعة بالجو، جابوها بس جابوها وحطوها بالتلفزيون. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك يا سيدي. شوف أخي، شوف التلفزيون، هذا صاحبه ما خلى محل بالبلد ما أخده لعنده، وعلى دفع مصاري، وبالآخير إجا لعنا. هذا هو، شايف عم يشتغل من أحلى ما يكون، جاهز والصورة واضحة، صورة ولا أحلى من هيك. أنا ما بحط بمحلي صناعية هات إيدك والحقني، ما بحط غير فهمانين خبرة واختصاص. إذا فاضيين بدي ركب ساتلايت عندي بالبيت، وعندي كل العدة إذا بدكم تركبوه. إيه شو علي؟ يلا شباب خذوا لي العدة وروحوا مع الأخ ركبوا له. يا ريت في مجال يا معلمي، لأنه اليوم عندنا تركيب أكثر من 20 ساتلايت، ما هيك زكي؟ 20 شو؟ ايه مزبوط، هلا اتذكرت، من الشغل الواحد صاير على ينسى. يلا شباب روحوا روحوا معه، وقت نرجع منكمل شغلنا. تفضلوا. بس هيك ما بيمشي الحال يا معلم، منزعل الزبون منا، هي سمعت محل، نحن عنا اول شيء الصدق ليكو بالمرتبه الاولى، بعدين اخلاص، بعدين اماني، مزبوط زكي؟
يا اخي انا مضطر، ما عندي اجازه غير اليوم، الله يخلي ناكل ركبوا لنا اياه اليوم. بايدك حق يا اخي، ضروره الى احكام. يلا يلا خفوا ايدكم روحوا ركبوا له. يلا ناقصك شي معلمين؟ لا 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 مو ناقصني شي، كل الاغراض عندي. يلا يا ولد هذا العده وامشي قدامي. يلا شوف يلا خفوا خفوا تفضلي. يلا هوني تفضلوا شفي. مع السلامة مع السلامة مع السلامة. يخرب بيته، شوف طالعوا وطالعوا والله. بس وين تعلموا المصلحة؟ كل عمرهم بيشتغلوا عندي على الكريكو وفكوا تركيب، بيقيموا بواجي بحطوا بواجي، بفكوا دواليب وبركبوا دواليب وشحموا زيت. هدول اكيد لما طلعوا من عندي تعلموها لهالمهنة. جيل جيل يا اخي جيل. ولا يهمك اخي، ما بتاخذ الا شغل نظيف. وين العدة اللي جايبها؟ اخي صحن الصلصلايت والقاعده فوق على الاسطوح، والباقي جوا نجيب لكم اياه. يا رب. والدراويش هلا عن اي عده انت عم تحكي؟ اخي انت اسكت وتعلم. حاضر. صحين صحين الهوى، وهي العده كلها شوف اذا ناقصها شيء. هات من ايدك زكي، هات هات له. خذ رومان كونتور، فرجيني لشو. عود زكي شوف لي لشوف، شوف لي هون، شايف شيء انت؟ ها ما شايف هذا معلمي، هذا الروسوفر مانيزي. ها شوف زكي، مو مانيزي؟ بلا مانيزي هذا، يعني تقليد التايواني. ها يعني ما بيشتغل؟ لا شلون ما بيشتغل، نشغله وندبره انا وزكي. خلاص بعيونك، نحن خدامين الطيبين لك عمي. الله يخلي لنا اياكم ويعطيكم الف عافيه. اخي هذا بنشتغل فيه بعدين، شغلته بسيطه. بكل الاحوال معلمي بيلزمك شويه اغراض بدك تجيب لنا اياهم من السوق. شو عليه؟ في عندك ورقه ولا؟ عندي 100 ورقه و100 قلم. سجل عندك هلا. اخي شو بيلزمك هزكي؟ اسفين اهم شيء يعني. اسفين، سجل 17 اسفين 8 ميني دوزيين. براغي صنصاج. وبراغي صنصاج قد ايه بيلزمنا؟ يعني 26 27 برغي. سجل 29 برغي. 29 مو برغي، ايه برغي صنصاج 29 صنصاج. ولا لا حاجه اثنين، بكفي برغيين مشان تقطعت البراغي. لك يا اخي اعتمدوا 29 ولا برغيين؟ اخي انت سجل برغيين وجيب 29 احطيان، يعني جمعا يكون 31 برغي. وجيب لنا شويه رنديلات كمان. ها شويه رنديلات. زكي انت تغديت؟ لا ما تغديت. ليش انت مالك جوعان؟ وغيره فروجين بروستيت وصحنين سلطة وعلبة توم، ولا تنسى الرنديلات. ليش هدول كنت ركبوها على الأسطوح؟ شلون لا، هدول بناكلهم هون بعدين نطلع على الأسطوح من ركيب. وغيره جيب لنا شي ربطتين خبز وعلبتين كولا كمان. وحضرتك ما بدك شي؟ معيتك يعني مرون لعند المعلم طرفور، خذ له سندويشة فلافل وقنينة قازوز. أخي إذا بدكم شي تاني غيره تذكروه قبل ما أروح. لا هلا نحن ما بدنا شيء، إيش كان يعني نسينا شيء ثاني؟ منرد منبعتك على السوق مرة ثانية، وين المشكلة؟ لك شو وين المشكلة؟ السوق بعيد. لك لا تعطلنا، خلينا نعرف نشتغل. سمك أنت؟ حاضر حاضر. يلا خذ وين رايح، خذ الورقة تبع التواصي. يلا نو سيك زكي، خذ الرسوفة. أنا راح آخذ لي خفوي لوين ما يجي. ماشي. أنت لا تنام ها، عشان ما يعصى برات البيت. يلا تصبح على خير. تكسر جسمنا لسه ما اشتغلنا. الو نعم. ايوه ايوه هون طيفور للستلايت الذهبي والالكترونيات. نعم سيدي امرني. والله للاسف هلا ما في امكانيه منوب. بدك تسجل على الدور اخي، حاكم الشغل اللي فوق راسنا. الاسم ضروري طبعا. بعد يومين منيح. مع السلامة مهوني. بهالورشة ما كان حدا يقول لي وين رايح. هلا ما عم لحق تليفونات الحمد لله.
مرحبا معلم طيفور. اهلين. الشباب وصلوا لك على غدا سندويشة فلافل وازوزه. يسلموا فياتك. وهذا شو هذا اللي حامله بايدك؟ غدا للشباب، فروجين وشوية احباشات. فروجين الو؟ هيك طلبوا. ايه شو علي؟ صحتين وهنا. بدك شي غيره؟ لا والله سلامتك. يلا خاطرك. مع السلامة. فروجين بحاله وأنا قازوزة وسندويشة فلافل. بسيطة بسيطة يا درويش ويا زكي، منتقابل. لا دستور انت سبك تقصطع. لك شو ما عرفتني؟ انا صاحب البيت، جبت لكم غراض السلسلات والاكلات كمان. ما بيعرفك بنسى الاكلات واخذني. تعرف تعرف اهلا وسهلا البيت بيتك. تعرف شو شايف رفيقك نايم؟ لا عم ينزل على راسه. يا حبيبي يا حبيبي. دربيات دربيات دربيات. اوكي يا شباب. لك قوم قوم نزل اكل. قوم وينه؟ لك عم بيزهد. قوم لك وينه؟ لك عم بيزهد الاكل بالمطبخ. يلا قوم. شو خلاص ليش تاخر؟ هلا بدنا من جونا. خلص لا تفضحنا، حضر حالك على الاكل. يلا صرف على الطاوله. يا سلام، الله يريحك يا طيفور مثل ما ريحتني خلقها. هيك الواحد صار يعرف يشتغل مرتاح. وصدق المثل اللي قال، البيت لازم يكون فيه رجال، والرجال بالبيت لو كان فحمة رحمة. لكان بيت بدون رجال ما بصير. قدام معلم، نحن بالنسبة لنا يعني أهم شيء عنا هي السرعة، عرفت شلون؟ ما بزل عليك الأسبوع الماضي مركبين 59 دش خلال 3 ساعات، صدق أو لا تصدق؟ بس الأسبوع الماضي، مو الماضي، اللي قبل الماضي، كم دوس ركبنا؟ 89 دوس خلال ساعتين، صدق أو لا تصدق؟ والله شلشتوني، معقول؟ 89 دوش بساعتين؟ عليك نور، رح أشرح لك شلون. اسمع يا معلم، نحنا بيكونوا قواعد سطلات كلهم جاهزين. شو علينا بقى؟ نحنا منجمع الصحون، كل رصة 15 صحن مع كبلاتهم جاهزين. اجت ساعة الصفر منحمل كل صحن على قاعدته، كل صحن على قاعدته، شلف على شلف يا سيدي، مع برغي صغير وجكة، وخد أحلى صورة وقلب على كيفك يا سيدي. سألني إلي 15 وقلب على كيفك يا سيد. يا أخي شو هالفراريج هدول؟ شي قبها تمام. لك كثير شيء. طيب طيب، منين جايبهم اخي؟ من اي محل هدول؟ لك يا اخي خلصونا خلصونا، الشمس لعب غيب وانتوا على هاد فراريج. ومنين جايب الفراريج؟ هاد قازوز. ومنين جايب القازوز؟ وعلى نوم وش كثير كمان. خلصونا معلم، كانك متضايق شوي ما هيك؟ لك شو متضايق؟ لا انفجر كمان. معقول معقول من عند الصبح لهلا وما اشتغلتوا شيء؟ لك اخي انت شو بفهمك بهالشغله؟ شغلنا كله مرتبط مع القمر اللي فوق. اطلع انت لبرا شوف لنا يا طلع ولا لسه على القمر. قمر شو اخي؟ القمر العربي. نعم. وشو دخل القمر بالسسلات؟ لك اخي لقلك شغله هلا، بس جبت على القمر شغلتنا بسيطه، ربع ساعه بنوصل سريط الستلايت بالقمر وخد على المحطات. صعبه؟ نعم. وليش ما حكيتوا هالشي هذا من الصباح؟ كنا ما اجينا من الصبح وضوعنا وقتنا. لك اخي هيك احسن، كل ما بكرنا كل ما احسن، لانه اذا طلع القمر ونحن قبل ما نجي نحن بيجوا عالم تانيين بيوصلوا عليه ستلايتهم، وانت ستلايتك ما بيوصل على القمر. شبك بدكم الصراحة؟ تفضل. فوتوني بالحيط انتو اثنين، ماني فهمان شو عم تعملوا. بيكون احسن، واحسن شيء بتعملوه بتقوم بتساوي لنا شيء بريق شاي اكرك عجم لحتى نمخمخ على الموضوع على كيف كيفك. هو امري لله، رح اعملكم بريق شاي ولا الا رح اعملكم 89 بريق شاي بساعتين، صدق او لا تصدق؟ زعلان
هيك خايف وحاسه. ما بيجينا غير المصيفين. غابت الشمس ولهلا ما اجوا. شو صار معهم يا ترى؟ معقول لهلا ما يشتغلوا؟ اكيد ما خلصوا. لو بفهم بشغلتهم كنت راقبتهم. بس ما بفهم فيها. على كل انا قاعد عم بستناهم، امري لله. هذا فرد التبخيش ما عم يمشي حاله بنوب. هذا صاحب البناية ابن حلال كتير شاغل بالمواصفات العالمية. بغير بناية لسه ما بنبخش بيكون انبخش السطح. لك ركز ايدك زكي، ليش هيك مفشكان؟ بدل ما تقلي ركز ايدك تعال اضرب لك كم ضربه بالمهده. انت ما بيصير حدا يضرب غير انت. وليش ما انا لازم تمني واقف هون وعم اراقب القمر مشان ما يصير في انحرافات، عرفت شلون؟ بعدين انت بدي اسالك سؤال، انت بتحب الحلال ولا الحرام؟ اعوذ بالله ما بحب غير الحلال. معناته انت فعلا ابن حلال. ليش؟ لانك عم تاكل خبزك بعرق جبينك، وهي انا واقف جنب منك هون، كل ما نزل عرقك بنشف لك يا. شان ايش جاي بالبشكير انا؟ اخي مره ثانيه انت اللي بدك تحمل المهده وتضرب، بتعرف ليش؟ ليش؟ لانه انخلعت ايدي وانخلعت خاصرتي، انحرف الامر وان شاء الله عمرين وما ينحرف، فهمت ولا لا؟ قال ابن حلال قال. ليش هالضرب هذا كله؟ اخ جمل ما منحصرك كبسة صلايت ما صار معوي. اخ ليش انا بس يصير معي هالمشاكل؟ الله يا رب تهديني على خير، الله يمضي هالليلة على خير. يا لطيف يا لطيف. اهلين جار. شو هاد يا جار؟ شو هاد؟ معقول هاللي عم يصير؟ رح يقع السطح على روسنا، بعدين عنا اطفال بدها تنام. دخيلك يا جار، دخيلك يا تاخذنا، الجماعة عم يركبوا صلاي هلا ربع ساعة وما بتلاقيهم الا خلصوا، دخيلك تحملني دخيلك. ولك يا أخي، يا أخي ليش ما ركبتوا بالنهار؟ الله وكيلك يا جار، الله وكيلك وكيل السماء والأرض، من الصبح وإننا قاعدين عندي على أكل فريج ونوم، قال شو قصة صلاي ما بيترتب غير بالليل. وليش بقى؟ عم يستنوا القمر لحتى يطلع. أخي بيطلع القمر بينزل القمر نحنا ما دخلنا. يا أخي بدنا ننام. إيه؟ هاي اسمها قلة ذوق. مثل ما بدك مثل ما بدك. دخيلك تحملني. أنا شو بدي بس صلاة وبدي بتركي بس صلاة. فضحوني فضحوني.